مساء الخير، تحياتي ليكم. حلقه جديده من سادسها، تحديدا 48 ساعه قبل مواجهه الحسم. ما كنتش متخيل حقيقه انه في يوم يجي ونبقى بنتكلم على انه قمه الكره المصريه هتكون بين الاهلي وبيراميدز، لكن ده الواقع، ده الحال. المنافس الرئيسي للنادي الاهلي على اللقب السنه دي هو نادي بيراميدز، واعتقد انه مواجهه الجمعه الكل في الانتظار هي المواجهه الاهم، يعقبها بعدها ب 10 ايام يمكن المواجهه الثانيه في الدور الثاني، والمواجهتين دول تحديدا هيحسموا بشكل كبير او هيحددوا بشكل كبير جدا، مش نهائي ولكن بنسبه كبيره، شكل المنافسه ومين الاقرب لتحقيق اللقب. ونتمنى الاهلي. مباراه الجمعه اللي جايه صعبه بكل المقاييس، والنهارده هقرا معاكم بيراميدز بشكل مختلف لانه بيراميدز السنه دي حقيقي مختلف، ويمكن تكون واخد انطباع لو ما كنتش بتتابع ماتشات بيراميدز، يعني تبقى واخد انطباع مبدئي كده عن الفريق، لكن الارقام والتحليل والاحصائيات اللي هنشوفها النهارده مع بيراميدز هتوري لك، او لجزء كبير من اللي بيتابعونا، عارف ان في ناس كتير قوي مركزه، لكن لجزء كبير من اللي بيتابعنا هنشوف النهارده مفاجات، حاجات ممكن ما تكونش حاططها في حساباتك او في توقعاتك، هتقراها معانا النهارده قبل مواجهه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله. المباراه اللي هتتلعب يوم الجمعه على استاد القاهره.